هاي احنا في الطريق الى فندق هنتكرم فيه من قبل الليبيين من شخصيات ليبية محترمة. تشوليب اعتقد اسم الفندق، وهو في العاصمة الادارية. الله يا عاصمة ادارية على حلاوتك. والليبيين كان ليهم فضل كبير علي في بداياتي، عمري ما هنسى فضلكم وشرفتونا في القاهرة، سعيدة بتكريمكم. قلبي يعني عمالة يدق كده ويخفق فرحة لما حد من الدول العربية بيكرمني، بفرح جدا. لما بتكرم في مصر أو بتكرم في لبنان فرحتي كبيرة، بس يعني بقول ما دي البلاد بتاعتي، يعني دول البلدين دول بتوعي، لازم يكرموني عادي. لكن التكريم لما يجيني من تونس، من المغرب، من الجزائر، من ليبيا، يا سلام يا سلام. شكرا يا ليبيا، بحبكم.